إلا اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. منذ صباح اليوم الجمعة بدأ حجاج الدولة بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، وهي أولى محطات الحج، وسيحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بمنى إلى ما بعد بزوغ الشمس التاسع من ذي الحجة، حيث يتوجهون يوم غد لأداء الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بصعيد عرفة. من جهتها أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه سيتم التحقق من عدم السماح بالدخول لغير الحجاج النظاميين الذين يحملون بطاقة نسك التي تم إطلاقها خلال موسم الحج الحالي كإثبات رسمي ووحيد للحاج النظامي، وتمكين الحاج من إتمام نسكه والاستفادة من الخدمات الصحية واللوجستية والإقامة في مكة المكرمة خلال موسم الحج.